بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، مع الحلقة الثانية من سلسلة الحيل والخداع القانوني. اتكلمنا في الأسبوع اللي فات أو في الحلقة اللي فاتت عن عقد البيع، وأنه يجب أن يسجل كتابة عقد مكتوب زائد التوكيل، مش كفاية التوكيل، لابد أن يتم هذا بالأمر الصحيح. النهاردة يعني هندخل على طول في موضوع ثالث، وهو إذا قام صاحب الأرض بشخص باع أرض، وبعدين بعد ما باعها راح بيعها لواحد تاني، ثم واحد ثالث، ثم واحد رابع، هل يعتبر مرتكبا لجريمة النصب؟ ده سؤال مهم جدا وصغرة قانونية لازم ننتبه إليها جميعا. طبعا العبرة في العقار بالإيه؟ بالأسبقية، في التسجيل. يعني معنى كده إذا كانت الأرض اللي باعها دي لم تسجل من قبل المشتري، المشتري ما كانش لسه سجل، وبعدين راح بايعها لتاني وتالت ورابع، ففي هذه الحالة لا يعتبر مرتكبا لجريمة نصب. وهنا اللي هيبقى مالك للأرض هو المشتري الذي سبق في تسجيل عقده، هو ده اللي هيعتبر هو المالك للأرض. طب والناس بقى اللي دفعوا فلوس وما خدوش الارض والارض خدها واحد تاني، ما عليهم الا انهم يرجعوا على البائع بالمطالبه بقيمه المبلغ اللي دفعوه مع التعويض او الفوائد القانونيه ان كانت مستحقه. يبقى اذن لابد ان ننتبه الى هذه المساله الخطيره التي بيقع فيها بعض الناس. طب الحل ايه؟ الحل بقى نشتري الارض أو العقار، دكان أو شقة أو عمارة، أي حاجة نشتري، ونضع اليد ونتأكد من ملكية البائع إن هي مسجلة، ونحط شرط جزائي وغرامة تهديدية في حالة البيع مرة تانية حتى ولو لم يسجل العقد. يعني نربط في العقد مسألة البيع بأنه لا يجوز له أن يبيع مرة أخرى، وأنه إذا باع مرة أخرى هم ياخد فلوسي. ما انت تاني ممكن يسجل اللي اشترى من اتنين، لكن في نفس الوقت يكون ليا الحق في الايه؟ في التعويض المحدد سلفا بقوة عشان نقضي على هذه الظاهرة. هقول لكم بقى يعني برضو حيلة من الحيل الطريفة بالمناسبة، يعني ان شخص مقطوع اليدين عنده بيت وبيبيعه، فذهب إليه شخص ما، دي واقع حقيقية على فكرة، شخص ذهب إليه قال له أنا جاي أشتري منك البيت، قال له تمام، فقال له طيب هتمضي إزاي يا حاج يعني؟ قال له أنا بمضي برجلي، قال له بتمضي برجلك؟ مفيش حد بيمضي، قال له لا أنا أهو. وبعدين فوجئ إنه فعلا بيتمكن من التوقيع بأصابع قدمه، فقال له اتحرج منه يعني، فوافق وحرر العقد والراجل مضى بأصابع قدمه. ثم بعد ذلك أقام الشخص اللي اشترى دي دعوة صحة توقيع عشان يسجل البيت أو يبدأ في إجراءات التسجيل. يعني فوجئ بهذا الرجل يحضر أمام القاضي ويطعن في التوقيع بأنه لم يوقع على هذا العقد. طبعا أسقط في يده، إيه ده؟ فقال له القاضي، قال له ازاي ده طب هو بيقول دلوقتي ان انت وقعت برجل؟ قال له في حد بيوقع برجله يا فندم؟ يعني انا ينفع حد يوقع برجليه؟ الناس بتوقع بايديه. ولم تحل المشكله الا بان لجأ الذي اشترى هذا العقار الى هذا الشخص واداله مبلغ عشان يسترضيه، عشان يوافق على اقراره بصحه التوقيع. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.